السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا فيكم جميع مشاهدينا على شاشة التلفزيون قطر في حلقة جديدة من برنامج حياتنا هذا البرنامج اللي يأتيكم من يوم الأحد حتى يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء راح نكون معكم اليوم في حلقة مميزة أنا وزميلي وأخوي فيصل إبراهيم مساك الله بالخير مساك الله بالنور والرضا والعافيه يعني قلنا محمد يعني اليوم خميس بس ما شاء الله طيران <applause> <طياران> في المقدمه عشان نروح حق الموضوع الموضوع <الحلقة>. الاساسي <applause> ان شاء الله باذن الله اكيد مشاهدينا الكرام نسع عليكم كل خير ونقول لكم حياكم الله في هذا البرنامج ولياتيكم عبر شاشه تلفزيون قطر مثل ما قال زميلي محمد من خلال هذا البرنامج راح نسلط الضوء على كل ما يحدث في بلادنا الحبيبه قطر من فعاليات من مبادرات وايضا خصوصا في يوم الخميس راح نتناول احدى الملفات المهمه المهمة ولتم المواطنين وأيضا المقيمين طبعا احنا بنتكلم اليوم او الحلقه راح تكون اليوم عن المراكز الشبابيه، كانت لك تجارب في المراكز الشبابيه؟ للاسف أه الشديد انه ما كانت لي ما تجارب, كانت. تجارب امانتين مع المراكز الشبابيه، صار كانت تجربه واحده هي، دخلت أه اني بتعلم سباحه غرق طلعت <applause> ما كملت, <applause> <وما> كملت <applause> بصراحه ما قدرت اكمل خفت أه زي من طلعك؟ أه الشباب <تصفيق> <تصفيق> <أه> يعني كنا مركز الشباب داخل... شباب مركز شباب طلع. طلعوني بس يعني بعدها ما... ما رجعت يعني بس بعدين دخلنا مع المدرسه او شيء دخلنا هالاشياء هذه أه وانا دائما كنت اقول حتى حق الشباب مثلا اللي عندهم اخوان اللي <تأكلم> آه، كان يعني مثلا عنده عيال اقول له دخل المركز الشبابي ترى والله فرصه حلوه انه يشتغل على نفسه من ناحيه المخالطه تعرف تخالط الناس تقعد مع الناس تتكلم مع الناس التعرف على الناس حتى لو عندك موهبه معينه ترى ممكن مركز الشباب يصقر لك الا يعني موهبه السباحه كانت بالنسبه لي كانت سيئه احنا <applause> تطرقنا حق الموضوع محمد قبل يومين انا <applause> واخونا ابراهيم عبد الكريم في حلقه يوم الثلاثاء من برنامج حياتنا المشاهدين الكرام وتذكرون ايضا تطرقنا على استغلال اوقات الفراغ لدى الشباب والشابات خصوصا احنا نتكلم على اجازه الصيف صحيح. اللي تتراوح ما قرب حوالي شهرين، شهرين وشوي، فهي فتره طويله، مستحيل ان الواحد مثلا بيكون مقضيها كبرها صفر، لكن ايضا هناك لي مثلا حاط اهداف ل والله مثلا اكساب عياله او مثلا اخوانه او خواته مثلا بعض المهارات، صحيح. فيقدر بمراكز الدوله الشبابيه المتنوعه في شتى المجالات ممكن انه يستغلها على حسب البرامج اللي يقدمونها في الصيف. واحنا نشوف خصوصا ان في وفره كبيره للمراكز الشبابيه اللي موجوده عندنا وحتى عندنا الوزارات والمؤسسات قامت تسوي مراكز شبابيه تدعم فيها الشباب اللي حاب انه مثلا قاعد في الصيف قاعد في الدوحه حاب انه يكون يعني مثلا يتعلم او انه يدرس شيء معين او يشتغل في موهبه معينه او يطور موهبته المراكز الشبابيه اللي عندنا يعني كفيله بهذا الشيء ففرصه حلوه ان اذا انت عندك ولدك وأخوك الصغير اختك حابه توديهم مثلا لهذه المراكز المراكز كلها مفتوحه وتستقبل الجميع شوف شو اللي يحبه وبتلقى المكان المناسب له انت الحين وايد يعني انحست للمراكز الشبابيه وما اعطيت بعد اهتمام حق النوادي الرياضيه بعد اكيد هذه <applause> اي اكيد <كيلو>. صار لك 10 <applause> <عشر> دقائق تتكلم <applause> فمشاهدينا الكرام يعني ايضا هناك النوادي الرياضيه لها اهتمام كبير في جيل الشباب من خلال برامجهم المنوعه وايضا من خلال معسكراتهم الصيفيه بحيث ان الواحد يكتسب اللياقه اللازمه يطور مهاراته في, في, في الرياضه سواء كانت كره القدم، كره الطائره، السله وغيرها من الرياضات. صحيح، تلعب كره قدم؟ عندي اصابه في خلاص كنت بنطور لك اياها بس ما قدرنا. طبعا نبتدي معاكم مع أعزائنا المشاهدين في اول تقرير عندنا في هذه الحلقه حيث انطلقت فعاليات النشاط الصيفي في نادي الوكره الرياضي والتي تساهم في تلبيه رغبات الشباب ومل اوقات فراغهم بكل ما هو مفيد. تفاصيل اوفى تجدونها في هذا التقرير. الرياضة غيرت حياتي كثير يعني الحمد لله وبتساعد على كثير اشياء من تصفية الذهن، تقوية الجسد واللياقة وبتبعد عن الكسل وبت يعني التركيز بتزيد الحمد لله يعني. أنا أخذت الكاراتيه مشان أدافع عن نفسي وحسيت الرياضة كثير حلوة والمارشال أورت كثير بحبهم أنا فاخترت الكاراتيه مشان هيك. أنا بحب أنصح الشباب والناس الصغيرة إنه تبعد عن الجوالات، تبعد عن الكسل، تحاول تمارس رياضات كثير وجس ما, ما تكونوا كسلانين. لعب الرياضة. رياضة طبعا غير انها هوية وممتعة بتحمي من امراض مزمنة كالسمنة والسكر في المدي البعيد وايضا المدي القريب بالتحديد رياضة الكاراتيه لانها رياضة بتساعد على الدفاع عن النفس وانها من الرياضات اللي فيها اقل عنف مقارنة من بالرياضات من الاخرى التايكوندو والجوجيتسو فهي اقل عنفا ولكنها تؤدي الغرض انك تدافع عن نفسك في, في الظروف يعني تضطر انك تدافع عن نفسك فيها. الكورة هي مصدر رئيسي بالنسبة لي الصراحة وأحبها بسبب بسبب أشياء بسبب الشيء الشيء الأول هو المتعة والشيء الثاني أه لا الشيء الثاني الصحة والشيء الثالث أه والشيء الثالث اتبع أه خطوات الكابتن والتزام في مكان التدريبات أول شيء نادي الصيفي ينظم جدولي في ينظم جدول اليوم عندي بما أن أنا يعني عندي دورات وأشياء ثانية فابتدي يومي في النادي الصيفي انشط عقلي واتحرك ومنها اكلم ربعي ويعني حركه يعني ابدا في يومي انا انصح شباب انهم يشاركون في دورات تعليميه او انشطه صيفيه في النوادي القريبه من عندهم او اي شيء يتطلب الحركة والجهاد في سبيل أنهم ينمون مهاراتهم وهواياتهم ويتحركون وينشطون عقلهم أنواع الرياضات موجودة عندنا في نادي الوكرة أولا نبدأ بالإحماء بعد ذلك متواجد عندنا كذا رياضة منها رياضة تاكويندو الكاراتيه كرة قدم كرة سلة وكذلك كرة اليد حابة أوجه نصيحة للطلاب والطالبات اللي بعمري استمروا في الرياضة من هذا العمر و... وكذلك العقل السليم في جسد السليم. رأيي في النشاط الصيفي جدا جدا جميل وله وايد فوائد يعني ان الواحد ي... مثلا الواحد قاعد في البيت قاعد على الجوال ما عنده شيء ما عنده ربع يجي هني يتعرف على اصدقاء جدد ويستانس وياهم وعشان يعني خاصة للناس اللي فيهم توحد يجون هني أحسن يستانسون ويعني وايد أشياء كثيرة وبالذات لأن يعني للناس المحبين كرة القدم في يعني يمكن تقدر تقول إن هذا أكبر ملعب في الدنيا بالنسبة له بيستانس وايد في فرق والله يعني للشخص اللي قاعد في البيت على الجوال والشخص اللي قاعد هني يعني تحس إنه يعني خاص خل الجوال بقعد هني شوي أحسن أرتاح بدل ما قاعد على الجوال أشوف أشوف أشوف, أشوف ما يعني من كثر ما إنه حلوة تحس ان انت تبي طول عمرك تقعد هني حتى يوم تخلص المسبح خلاص تزعل يا اخي بكمل اسبح يا اخي ليش الكابتن يوقفنا هاي حياكم الله مشاهدينا الكرام ونبدا معكم فقرتنا الحواريه لهذه الحلقه مشاهدينا الكرام الشباب هم عما عماد الامه وسر نهضتنا وسر نهضتها وهم بنات الحضاره وقاده المستقبل إذ تعد تنميه قدرات الشباب وتثقيفهم بواقعهم وتاريخهم المجيد مسؤوليه مجتمعيه يشترك بها الجميع وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتناقش حول دور المراكز الشبابيه في خدمه المجتمع واحداث التاثير الايجابي، فهل نجحت المراكز الشبابيه في استقطاب اليافعين وماذا يتوقع من خريجي هذه المراكز؟ والحديث عن ذلك يسعدنا ان نرحب بكل من الدكتور محمد العنزي استاذ جامعي في علم النفس والسيد نواف المباحكة رئيس مجلس الشباب القطري والاستاذه حصه المرواني خبير تربوي ومستشار تدريب والمدرب حسين حبيب السيد مدرب وباحث في التدريب القيادي، يا مرحبا ومسهلا فيكم حياكم الله. يا, حلو يا حلو. مرحبا وسهلا فيكم. سعداء لتلبيه هذه الدعوه والحديث اكثر عن المراكز الشبابيه ودورها وتفعيلها في تنميه المجتمع. بدايه نبدا مع الدكتور محمد العنزي ممكن قد يتساءل بعض كيفيه التوازن ما بين اولويات الاسره واحتياجاتها وبين الاهتمام بالابناء وتربيتهم. فعلا هذه من اهم الاشياء ان يكون هناك توازن ما بين يعني مشاغل الاسره واحتياجاتها رب الاسره عند العمل وكذلك الام وعندهم مشاغلهم اللي هي الاساس اللي يسمونها الاحتياجات الفسيولوجيه الاكل المشرب المواصلات قصد التوصيل وغير ذلك من الامور ولكن هذا الشيء السؤال هذا المهم جدا ما يلهينا عن الاشياء المهمه اللي هو اعداد الحاجات اللي اعلى من الفسيولوجية اللي هي التقدير والحب والاهتمام والتربيه حرصهم على الاشياء الاخرى المجالات المهمه المجالات الثقافيه المجالات الروحيه المجالات الفكريه لذلك احنا نقول دائما عندنا ابنائنا وانا احييكم على مسمى اليافعين قبل كان المراهقين اليافعين اصح من أصح من المراهقين اليافعين الان عندنا أه هم اثنين او يتكونوا من شيئين، جسد مهتمين فيه اللي هو الموازنه اللي احنا اول شيء قلناه الاساسيات الاكل، المشرب، النوم، الاهتمامات، الملبس الامور هذه. والامر الثاني اللي هو روحهم، نفسيتهم، اخلاقهم، دينهم هذه ايضا مجال اخر مجال توازن ما بينهم هذا وهذا وليس هناك شيء صعب. كيف منحت نفسك؟ انت علمت نفسك في هذه البيئه الجميله بيئتنا وبلدنا علمنا نفسنا الاخلاق الطيبه وعلمنا نفسنا نروح المسجد وعلمنا نفسنا ان مع ناس بطريقه مناسبه ابدا هذه الامور اللي سبحان الله من حظنا الجميل ان نشانا بهذه القيم نحافظ عليها ونمسك فيها وننقلها الى ابنائنا مع وجود الدافع لهم من الدعاء وجود الدافع لهم من استشاره المختصين في هذا المجال اعتقد ان هذه يعني نترك المجال للاخوان والاخوات أه هذا اعتقد الموازنه تحتاج ان النظر في خبرتك الموجوده والاستفاده من الموارد المتاحه اللي هيئتها للدوله مشكوره منها المراكز الشبابيه الموجوده. على طار المراكز الشبابيه طبعا ننتقل للسيد نواف المباحك اللي هو رئيس مجلس الشباب القطري لو نتكلم عن عدد المراكز الشبابيه التابعه للوزاره وفي نفس الوقت كم واحد منهم كان عنده برنامج خلال هذا الصيف. اليوم اول شيء مشكورين على الاستضافه. يا الله يطول بعمرك. نعكس رؤيه وزاره الرياضه والشباب. واحنا سعداء لوجودكم. عدد معنا. المراكز اللي موجوده في دوله قطر 31 مركز. طبعا تتقسم لمراكز خاصة مراكز ذات اختصاص ملتقى الفتيات واليوم لله الحمد من خلال 31 مركز في دولة قطر هناك 450 برنامج صيفي يتم به التعاون مع وزارة التربية والتعليم يتم معها الشرطة المجتمعية وزارة الأوقاف وهناك أنشطة كثيرة ومتنوعة تخدم عيالنا الشباب <applause> ما شاء الله عدد كبير هو. يعني احنا اليوم نتكلم على 31 مركز شبابي قدموا ما قارب حوالي 450 برنامج طبعا هذه البرامج مقسمه ما بين الشباب والبنات اذا ننتقل الى الاستاذه الحصه يعني دائما هناك نصيب لاخواتنا وبناتنا فكيف يتم التعامل مع الشابات امهات المستقبل وما هي الافكار التي يتم طرحها من خلال البرامج المقدمه لهم في البرامج الصيفيه مساكم الله بالخير جميعا يعني. استوقفتني جمله قالها الاستاذ ايش في تكامل او تواصل في عندكم تقريبا كذا مشروع او برنامج وفي معاكم وزارات او وزارات من الدوله ليش غياب القطاع الخاص غياب القطاع او اغفال خلني اقول لان انا عندي من حاليا من القطاع الخاص ليش غياب القطاع الخاص عن المراكز الشبابيه لماذا لم تؤتى لها الفرصه ليش احنا ممكن نسوي من ضمن هالبرامج البرامج جدا جميله احنا بحكم اني صاحبه كذا مشروع في التدريب فبالتالي مناقصات مشروع يكون كنا شراكه مجتمعيه كامله ترى المجتمع مش بس حكومي مش بس وزارات وتكاتف القطاع الخاص والقطاع الخاص القومي. وهي مسؤوليه مجتمعيه ايضا علينا يعني فلا تحرمونا من المشاركه في هالمسؤوليه المجتمعيه بالنسبه بالنسبه للشاب للشابات ايش انا احس انه او اقترح انه دائما المراكز الشبابيه هاي التصور اللي في بالي، المراكز الشبابيه بما انها في مناطق مختلفه يكون في كانه خطه مدروسه مسبقا مع المدارس اللي في هذه المنطقه. وهي المدارس هذه احنا كمراكز شبابيه ناخذ الداتا او البيانات منهم قبل نهايه يعني قبل بدء الصيف. ونشوف اللي بيشاركون، يعني يكون حتى لو شخص من المراكز الشبابية في في, في المدارس سواء مدارس البنات أو مدارس الشباب لنفس المنطقة مثل ما قلنا في مناطق مدارس لمناطق معينة أيضا مراكز إذا بدل ما أنا أنتظر الأهالي وكل بيت يكون أقرب لي وأسرع للتواصل التواصل من هنا طيب التواصل هذا شلون بيكون؟ كل المدارس فيها أنشطة وفيها كذا، فبالتالي عندهم قاعدة بيانات هذه هذه البنات اللي في هالمدارس شو الاشياء اللي يتوجهون لها؟ شنو اهتماماتهم؟ بدل ما اسوي مشروع واحد واعممه على كل المناطق، نكون متخصصين يكون كذا بيكون لنلبي احتياجات الفتيات في هذه المنطقه، هاي احتياجاتهم مختلفه، لربما تكون مشتركه مع القطعه مع المنطقه صاد، ولكن ممكن تكون مختلفه عن المنطقه سين. فبالتالي تكون الخطط المرسومه كذا اتوقع ان في خطط استراتيجيه عندكم فبالتالي في وزاره الشباب والرياضه والرياضه والشباب فهذه الخطط الاستراتيجيه لا يغفل او لا يغيب عنها رقم واحد احتياجات المنطقه نفسها وثاني شيء القطاع الخاص ترى القطاع الخاص قوي الحين بالذات في مجال التدريب المهني قوي قوي فهي نحط يدنا بيد بعض والتكامل المطلوب. إن شاء, الله. ان شاء الله احنا بنرجع لسيد نوف عشان يجاوب على هذا التساؤل بس ننتقل للسيد حسين حبيب السيد قبل لا نبتدي الحلقه انا وفيصل كنا نتكلم ان الانديه الشبابيه لها تاثير خصوصا حق يف على قولتهم يقعدون مع الناس ويتخالط مع الناس في الكلام تلاقيه بنا شخصيه من خلال تواجده في المراكز الشبابيه هذه فكيف تاثر هذه المراكز الشبابيه على انشاء جيل ممكن الاعتماد عليه؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء موضوع مهم وفتحته في وقت مهم صح فتره الصيف في اقبال كبير الان من الشباب على المراكز الشبابيه احنا يعني يمكن بعض الدكتور محمد وبعض الاخوه كنا فعلا من واحنا من بدايه مرحله الثانويه في هذه المؤسسات يعني يمكن خدمنا في هذه المؤسسات كطلاب كمشرفين بعدين كمسؤولين 20 سنه واكاد اجزم الان في مجموعه كبيره من القاده في الدوله من المسؤولين في الدوله اصحاب قرار مروا على هذه المؤسسات تعلموا منها اشياء كثير ايش اللي تعلموا منه؟ احنا المدارس يزاهم الله خير يعطونا جانب العلمي جانب الثقافي اما المراكز الشبابيه تعطينا جانب اخر جانب المهاري جانب التطبيقي يعني اذكر كنا مسكنا مسكت مسؤول اعلامي مسؤول رياضي مدير سفره معين وانا عمري في العشرين في الـ الـ 20 في ال22 في 23 مسيمات كبيره في واحنا اعمار صغيره. تعملت مسؤوليه. نعم شو اللي يسوي كل المركز يعطيك يتيح لك هالفرصه مم. وايضا يتيح لأبنائنا فرصه انه يجرب ويخطئ. صح لان مثل ما يقول سكيل صغير مم. المجال بسيط. لو غلط لو اخطا لو ما اجاد مثل ما يجيد واحد محترف يقبل منه في مجال ايضا للتصحيح بالضبط عليه مشرفين ويتابعونه يعني. والضرر مو بكبير يكون حسن بالضبط فاذا هم هي فرصه كبيره جدا المراكز تتيح لنا ان نكتسب مهارات حياتيه حقيقه ما نكتسبها في المدرسه ولا في بيئه العمل فهي بيئه فريده لهذه المهارات جميل جميل يمكن احنا ننتقل الى الدكتور محمد طبعا احنا نلاحظ من خلال وجود هذه المراكز الشبابيه اللي هي دائما تسعى الى تقديم البرامج التي تستهدف فئات الشباب من الجنسين الذكر والانثى فتركيز هذه المراكز ببرامجها على ماذا يدل؟ يدل على اهتمام باهم عماد مثل ما سميته قبل شوي عماد المستقبل اللي هم الاطفال اللي هم الشباب اللي هم النافعين احنا لما نهتم فيهم من ناحيه الاخلاقيه من ناحيه التربويه من ناحيه التنموية في جميع مجالاتهم سواء كانت مجالات النمو قصدي مجالات النمو اللي هو النمو مش النمو الجسدي بس في نمو لغوي في نمو اجتماعي في نمو آخر فكري في نمو تواصل يعني كل هذه أنواع فاهتمام موجود عندنا بهذا لكن ما هو الاهتمام وكيف يكون الاهتمام هذا الترتيب يكون أو هذا التنسيق وهذا الإعداد يكون عنده الاختصاص دائما مثل ما ذكر أستاذ حسين احنا اشتغلنا مع المراكز الشبابيه مثل ما بالضبط اللي قال انا كنت اشتغل نعمل نفس الشيء مشرفين اسر اسرك هذه هذه اسره فلان هذه منطقه الريان هذه منطقه الخور هذه منطقه البكره الدوحه كلنا ماسكين اسر وتحتنا شباب الحين ما شاء الله الشباب ذاك اليوم دخلت المطار ولا واحد ماسك جواز يقول بعطيك جوازك قلت ليش اختم لي جوازي وخلنا ندخل كان يقول لا انت تذكر علمتني يوم الايام وقلت لي صل وكذا وسحبتني المسجد فكانت مشاعر حلوه وضحكنا مع بعض، هذه هذه النقطه المهمه جدا ان انا ما اقول تخصصات في المراكز، لكن اذا في مركز عام لازم ايضا يكون هناك فريق عام. يعني مثلا مركز لازم يكون انا لازم ادافع عن علم النفس والتخصصات النفسيه. يعني لازم يكون اخصائي نفسي في, في مركز شبابي، هذا لازم يكون، شوف هذه الكلمه قلتها عشان اعطي الى ان هناك ايضا اختصاصات ثانيه. وانا رايت حاليا المراكز الموجوده لا ما شاء الله ذاك اليوم رحت انا سجلت الابناء تفاجات أنه ما شاء الله موجود ممرض موجود يعني انا اطمئنيت كاطمئننت كولي امر هذا الشيء ممكن في السابق ما كان ما كان ما كان موجود احنا وين احنا كنا نحط شو اسمه اقول لك وياك اللزقه معاي اقول لك انا غرقت ففعلا اهتمام انا اشوفه ملحوظ لكن يكون هناك نوع من مركز خاص حق السباحه حلو حلو ما يحتاج فريق كامل ومتكامل هذه خلاص موجود منقذ على اساس ما يصير ما يصير هذا الشيء مره وايضا اذا في مركز عام يكون هناك فريق عام موجود من مختلف التخصصات وهذه ما شاء الله رايناها في هذه لكن هذه كلمه للناس اللي موجودين مشرفين على مثل هذه المراكز الموجوده ما شاء الله قاعد نشوفها الحين يعني تشوف مشرف لكن نفس الوقت هو يعلمك اشياء اخرى يعلمك الخط العربي مثلا هو تلقاه مشرف تربوي مسؤول على الاسره هذه من دخولها المركز الى خروج المركز تجد اشخاص اخرين، تجد الرياضي هذا بطل يعني مثلا في الرمايه ولا في الخيل والامور هذه، فايضا يعطي ايحاءات موجوده لكن في تفاصيل يا جماعه في هذه المراكز الموجوده قدامكم، هو ما قاعد يلعب، بعد شوي يمكن الكاميرا ممكن ما تطلع احتكاكات تحدث ما بين الطلاب. صحيح هنا يدخل دور التربوي ويسحبهم، ويمكن يغذي فيهم ما لم يغذي فيهم حتى اسرهم الكريمه. صحيح. يعني يعلم فيهم اشياء وياما علمونا أبناء يعني معلمينا في ذلك المكان انا اللي قدامك مؤلف الان عندي كتب مؤلفات سببها في ابتدائي مدرسه طارق بن زياد يجيني واحد يقول لي من الاساتذه الاستاذ عبد يقول لي خطك يشبه خط الادباء الكلمه هذه علقت في ذهني وظننت اني ابو الطيب زمان وفعلا دخلت الروايه ودخلت الكتب ودخلت هذه ليش بكلمه قالها لي هذه التفاصيل اللي ندفع لجميع المربين الموجود في مراكز الصيفية ترى الموجودين معك يعني مثل ما يقول ما أمانة انت تدرك هذا الشيء لكن هل هل ب اضفاء لمساتك التربويه <applause> صحيح. اول شيء بقدوتك طيب. بالالفاظ اللي تخرج منك بتفاعلك معهم صحيح جميل, جميل سيد نواف ممكن التساؤل اللي سالته الاستاذه حصه بخصوص القطاع الخاص او الاستراتيجيه لو نتكلم عنها بشكل عام احنا ودنا نوضح لكم مم. المشاهدين. والله يجزاه خير الدكتور محمد من اللي تعاوننا وياهم كثير في مركز شباب الضحايا اولا استراتيجيه وزاره الرياضه والشباب هي منبثقه من الرسائل السبع للسمو الامير للشباب اللي يوجهها للشباب وكذلك مرتبطه في رؤيه قطر 2030 صحيح. وفي التنميه البشريه لو نرجع الرسالة السبع أتركز على ايش؟ شلون استثمر فيك الشاب وبكره تكون احد الغاده اللي يخدمون هذا البلد ولو رجعنا للرساله رقم اربعه اللي هي الابتكار الابداع واللي كلنا قاعد نشوفها نادي العلمي ماخذ له باع طويل صحيح. في الابتكارات صحيح. وبالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم فلله الحمد هناك توجيهات كبيره ومتابعه من سعاده الوزير في اهتمام في الشباب في تطبيق الاستراتيجيه اولا توجيه اللجانه اراء الشباب مسموعه المبادرات الاحتياجات منفذه قضايا الشباب دائما نجتمع عليها ونلقى لها حلول في اقرب وقت اما في التعاون خلينا نقول مع القطاع الخاص هناك تعاون كبير ومشاريع كبيره صارت في التعاون مع القطاع الخاص على سبيل المثال في دول الإعاقة ذو الهمم <applause> مع مركز فيرست ستيب تعاوننا تعاون كبير ليومنا هذا برامج متت... يعني متتاليه <applause> وكذلك مشاركه وزاره التربيه والتعليم في ذوي الهمم <applause> مشروع عيال الفريج اللي كان مع نادي الوسير الرياضي مركز معهد الاسره شركاء كثيرين دشوا فيها الديار القطريه مشروع متكامل اسري رياضي ثقافي مجتمعي فلله الحمد هناك في برامج في فعاليات وفي نقطه اللي طرحتها جدا جميله ونفذناها هذه السنه. اليوم انا يا كمركز خلينا نضرب مثال مركز شباب السميسمه والضعاين مقري في منطقه سميسمه ومقر حوالي،, حوالي تقريبا خلينا نقول خمس ست مدارس خلينا نقول من الخور لين البسيل روضه الحمام والصخامة خمس إلى ست مدارس اليوم بالتعاون بين وزارة الرياضة والشباب تنفيذ الشؤون الشبابية فواز المسيفري ووزارة التربية والتعليم صباحا قمنا نسوي برامج للمدارس نطلعهم نغير الجو نطلعهم من المدارس ونجيبهم المراكز الشبابية وندربهم وخلال التدريب دائما الآن نركز احنا على قضايانا الشبابية اللي موجودة يكون تعاون مع وزارة الداخلية للمخدرات هناك تعاون مع وزارة الصحة بوجود يعني مثل ثقافة مرض السكري والسمنة هناك تعاون كبير مع الأمن السبراني مثل ما أنتم عارفين المستقبل صحيح هو التكنولوجيا صحيح. صحيح فهناك هناك برامج جميلة هي عندنا برنامج مقادة شباب في عمر 14-15 برامج سنوية متابعة سنوية مع وزارة الأوقاف وزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم شركاء خاصي من القطاع الخاص شلون أطلع هذا الشاب اطبق عليها الرسائل السبع لسمو الامير بكره القاه ان شاء الله قادم الغادات في هذا البلد واليوم احنا نسولف عن الاستراتيجيه نسولف عن البرامج نسولف عن الاراء لكن هل المخرجات وين هي اليوم لله الحمد يعني لو نرجع من كاس العرب كاس العالم كاس اسيا اليوم المناصب كثيره في الوزارات اطلعوا منها اللي في المراكز صحيح. مدراء المراكز تقلدوا ومرا... تقلد مناصب كبيره في البلد نعم. طيب هذه واحده ثنتين اليوم لو نرجع قبل ثلاث سنين كان هناك انتخابات مجلس البلدي صحيح. وزاره الرياضه والشباب زرعت مفهوم الانتخابات لدى المراكز الشبابيه صحيح. وصارت جراه <applause> من المدراء يعني احنا خلينا نقول احنا المراكز الشبابيه من 15 سنه الى 39 سنه عندك انتخابات مجلس البلدي مع ما شاء الله كثير مخضرمين بالاعمار فهي جراه وهي تدريب وتعليم وثقافه فالمجلس البلدي اللي طاف الانتخابات تقريبا اكثر من سبعه مدراء مراكز شبابيه خاضوا الانتخابات. فهذه هذه هذه المخرجات في تطبيق الاستراتيجيه لله الحمد هناك مخرجات كبيره يعني لله الحمد ومشكوره اختي على الموضوع هذا ونعم فعلا ودنا نطرحه. ونتكلم فيه عشان المشاهدين والناس تسمع وتعرف وش المراك... وزاره الرياضه والشباب اللي تقوم بها من خلال المراكز الشبابيه. قواكم <applause> الله <applause> يعني احنا نقول تكاتف جميع مؤسسات الدوله هو شيء لابد منه سواء كان في القطاع الحكومي وتكاتف ومسانده المؤسسات الدوله بكافه مجالاتها من اجل تقديم افضل البرامج سواء كان والله مثلا وزاره الداخليه تقدم برنامج فتلاقي مثلا الوزارات الاخرى هي مسانده لهذا البرنامج ومسانده لهذه الوزاره وبرامجها. وكذلك الحال على سبيل المثال مثل ما تفضلت وذكرت السيد نواف البرامج اللي تقدمونها للشباب وتدعم الشباب لايصال بعض الرسائل تنفيذا لرؤيه قطر الوطنيه تلاقون الدعم الكافي من هذه المؤسسات وايضا يمكن الاستاذه حصه هي كانت خلينا نقول طمعانه في دعم القطاع الخاص اكثر بما هو موجود في الوقت الحالي وهو شيء طبيعي امانه هو اذا تسمح لي مش دعم احنا احنا نبي يعني احنا احنا غيرانين <applause> يعني هذي هذول بناتنا وعيالنا بعد احنا ترى خبرات يعني احنا القطاع الخاص مثلا انا كنت مديره مدارس ويمكن من اوائل المدارس اللي سوت مبادره العمل التطوعي وتم اقراره من قبل الدوله يعني ومشاريع كثيره يعني آه وكثير من آه يعني ثنتين من مديرات المراكز الشبابيه طلعوا من تحت ايدي كطالبات آه في في نقطه انا كنت اذا تسمحون لي الفكره عندي في بالي للاستاذ في مثل ما فيها المدارس فيها مجالس امناء اتمنى يكون لكل مركز شبابي مجلس امناء والمجلس الامناء هذا يكون مثلا خلينا نقول من ست اشخاص شخصين من ابناء المنطقه نفسهم لانه يعرفون ثقافتهم وكل حاجه وباقي الافراد يكونون من المجتمع ولكن من المجتمع المتقاعد تعرف لما تجيب واحد متقاعد او واحدة متقاعده او شيء تشركها ونعطيهم ان الحين احنا نحب نستفيد من علمكم من خبرتكم ثاني شيء هذا يكون تكامل يعني وين بالقى شخص وين بيلقى الطفل شخص او اليافع شخص مر بخبره هذه نضمن له التوجيه، فالتوجيه لما يكون من واقع خبره غير لما يكون من واقع كتاب. وايضا يكون واحد منهم يعني يكون من القطاع الحكومي، يعني نحط البورد في ترستيز اللي هو مجلس الامناء ستة اشخاص وبالترشيح. بالترشيح هذا بيكون جدا روع بيصير فيه تنافس. يمكن بعد اذا اضيف الى كلامك هو يمكن في احد البرامج الفتره السابقه تم الاعلان عنها ايضا من قبل وزاره العمل اللي هو برنامج استمر. اللي يدعم الاشخاص صحيح. المتقاعدين صحيح. بحيث أنه يتم الاستفاده صحيح. من خبراتهم هناك ايضا صحيح. ممكن ممكن البرنامج يحتاج شقين انه وجود مثلا الجهه الحاضنه والداعمه صحيح. وايضا الرغبه الذاتيه ممكن تكون في المتقاعد انه يستمر في العطاء البرامج موجوده والدعم ايضا نعم. موجود من نعم. قبل نعم. الدوله ولكن ايضا هناك هي رساله احنا نوجهها سواء قرار المجالس قرار مجالس الأمناء للمراكز الشبابيه قرار مجالس ايضا هي رساله احنا نوجهها لكل من يشاهدنا من لديه الدافع القدره والرغبه في الانضمام الى هذه البرامج وتقديم ما لديه من خبره واستفاده للاجيال القادمه لانهم اساس المجتمع صحيح, صحيح بمعايير معينه ورشحوا نفسهم يعني هاي تجربه حلوه في ايام المدارس عشناها واستمرت ولحين موجوده يعني انا اظن سيدنا نواف كان وضح لنا يعني بشكل عام شلون الخطه اللي قاعدين يمشون عليها وتوقع اي اضافه للخطه ما راح يكون فيها آه الخطة بالعكس مطابقه وجميله جدا يعني نستفيد من المتقاعدين نستفيد من خبراتهم وهذا توجه الامانه يعني توجه يعني عندنا توجه دائما نتعاون مع الدكاتره م. والمدربين دائما برامج يعني على شكل يومي قاعد <applause> تقوم في كل كل دلوقتي. اشكال الاشياء اللي يحتاجها الشباب يعني انت في البدايه قلت 450 برنامج اي <applause> ما شاء الله لا الصيف ما شاء الله هالسنه تغير كبير في البرامج الصيفيه والاقبال، <تصفيق> <تصفيق> الاقبال ما شاء الله تبارك الرحمن شيء كبير، تدري اليوم مراكز الشبابيه الحمد لله مهيئه <applause> فيها برك سباحه، فيها صالات، فيها جيم فيها كل حاجه بس ما تخليك كل ما ننطرد بنك السباحه طالعوني العام واللي ساعد على البرامج التكاثر اكثر ب 450 برنامج هو تعاون وزاره التربيه والتعليم فتح المدارس صبح العصر فلله الحمد ايضا ايضا اذا تسمح لي استاذي بس نقطه مو علشان ما صدقت هو اللقاء كان منتظر شكلك حكم اني اني مدرب في التخطيط الاستراتيجي اتمنى ان البرامج تكون تراكميه يعني هذه البرنامج بنقدم السنه وخلاص لا شنو هو الاضافه للسنه الجايه يكون نبتدي خطوه خطوه والبرامج تكون لفئات عمريه كل نفس المدرسه ولكن مش برامج اكاديميه برامج مهارات وبرامج حياتيه تكون وبرامج قيم يعني سن السن المترابط مثلا من ثمان لكذا ومن هذه برامج السن بيدرس ذي انت الان كنت معانا السنة الجاية بتكون مثلا لو بيكون معنا عارفين شو اللي خذا ما شاء الله شكلها طالعة أوراقنا يعني الكلام اللي تقوله لله الحمد يعني احنا مفصلين على ثلاث فئات. طيب. زين احنا احنا نسميها طف... مراهقة مبكرة. <مم> زين مبكرة خلينا نقول اليفع الجدد اللي الجدد. نعم على ثلاث مراحل. <مم> زين خلينا نقول من 10 ل 14 مثلا او 15 ل 18 ومن 18 ل 21 وعقب من 21 هي المرحلة وكل مرحلة عمر لها برامجها اللي تخص في عمره، مثلا هذا يبي له توعيه تنميه مهارات. العمر اللي اكبر منه لا دخله خليه ينخرط في المجتمع وخليه ينفذ بعض المشاريع. احسنت. اي فاحنا ناخذ شو نسوي؟ يعني الاعمار اللي من 15 ل 18 مثلا برنامج غاده، شو نسوي؟ نقول لك تعال انت يا الشاب عطني مبادره. اعطاني مبادره. مبادره درسناها جميله جدا. شو نسوي احنا؟ ما ننفذها. نخليه هو والشباب ينفذونها طبعا جميل. ويجيبون ربعهم جميل. ويجيبون الشباب الحمد لله الاعداد قامت تزيد في المراكز توصل قامت توصل 300 400 هذا مطلوب عرفت حديثنا ان شاء الله بدنا الله راح يكون معاكم مستمر لكن نطلع مع الساده المشاهدين فاصل قصير عودة نستكمل هذا البرنامج بفقرتنا الحواريه خلكم اقرب عودة لكم أعزائنا المشاهدين ونرحب بالجميع لنظام لمشاهدة برنامج حياتنا لهذه الحلقة اللي نتكلم فيها عن المراكز الشبابية وأهميتها بالنسبة لليفع نفس ما قلنا واتفقنا مش المراهقين طبعا توجه بالسؤال للسيد حسين حبيب السيد لو نتكلم شوي عن الاهتمام بالشباب احنا نشوف فيه اهتمام كبير في الشباب سواء المدارس سواء المراكز الشبابيه حاليا سواء حتى في القطاعات اللي نشوفها وركزنا عن احنا على الموضوع الحكومي وان مساهمه الحكومه او حتى القطاع الخاص بس احنا نشوف فيه اهتمام كبير بالشباب مم. ايش نتائج هذا الاهتمام قبل ما ننتقل للنتائج انا ودي بس انبه على أنا... ليش مهتمين ترى أنت قاعد تهتم بالمستقبل بكل, بكل بساطه صحيح يوم انت يطلع عندك مخرجات مثل ما قال اخوي نواف م... مخرجات متميزه من الان انظام مستقبل متميز مستقبلا يعني أنا أعقب وأنا أعرف شخصيا شباب كانوا في البطولات الكبرى اللي ذكرها قيادات وعرفهم مخرجات مؤسسات شبابية هذا الكلام قاعد تتلمسه قاعد تتلمس الدولة مباشرة وبشكل واضح كنتائج إضافة لذلك يا جماعة في العالم يقيس هذه الأشياء في مؤشر التنمية العالمي هذا في رابطة الكومنولث يقيس 181 دولة مه. ويشوف مؤشرات تنمية حطوا مجموعة مؤشرات منها مثلا رفاهية رفاهية الشباب وصولهم للمعرفة حط مجموعة مؤشرات منها الوصول إلى الأنشطة قدرة على التواصل مع المجتمع فقطر مه. في 2020, 2020 الثانية عربيا ما شاء الله و 33 عالميا ما بين 180 دولة فتعقيبا على أخوي نواف نعم هذه النتائج قاعد تثمر يعني احنا يوم اشتغلنا المؤسسه الشبابيه كان الموضوع وايد ابسط وايد يعني في بساطه وقدرات متواضعه الان آه الحمد لله رب العالمين قاعد تنظم الامور، قاعد تزيد الفعاليات، قاعد تزيد المخرجات وتحسن النتائج معنا. <applause> فجيلنا الحالي محظوظ <applause> جيل ابنائنا اخواننا الصغار فعلا محظوظين يعني انا سجلت ابني ابنائي في احد المؤسسات او يرسل لهم نشاط من قبل ايش يسوون وايش ياكلون وكذا يعني موفر لهم كل الخدمات وكل التصورات اللي يبغونها ويسالونهم شو يناسبكم؟ شو اللي خاطركم فيه؟ شنو الانشطه اللي, اللي اللي تحتاجونها او اللي تحبونها؟ ويمزجونها في مجموعه قيم يعني اعقب على الدكتور محمد احنا نبغيهم يستانسون يعني صحيح. عيالنا هو ثمان شهور تسع شهور درس يبغي الان فتره الصيف يبي يلعب يبي يستانس بس بس المراكز الشبابيه ميزتها يعني تطعم هذه تدمج الانشطه تدمج اي تدمج بالقيم يعني ما هذا كان سؤالي هل ممكن تكون هذه الوناسه مربوطه في مثلا تعليمهم للقيم والعادات والتقاليد نعم والتزامهم نعم بالدين في نفس الوقت؟ بالضبط نعم يعني يعني العبء على المراكز مو بصغير يعني نعم. احنا يمكن مشرفين في الانشطه الشبابيه نعم نراعي الجانب الترفيهي ونسوي برنامج ترفيهي مميز كنا نسميه كنز ونسميه ما ادري شو مجموعه من الاشياء اضافه الى ذلك النشاط نفسه مو عشان نلعب في قيمه تبي توصلها في مفهوم تبي تغرسه في تغيير تبي تسويه في عقل هذا الانسان هذا الشاب فمنها يتعلم الشجاعه مثلا يتعلم الصبر يتعلم شلون يواجه ناس ما يعرفهم كل هالمفاهيم هذه تاتي بالممارسه مه. تاتي واحنا غارسين هذه الاشياء زارعينها بطريقه جميله في هذه نعم هي مش ظاهره يعني ما نوع نشاط هذا قيمي نسميه نشاط ترفيهي ولكن ضمنه مثلا مثلا من الشادسي يوم نلعب كوره اذا جت الكره في يد اللاعب يرفع يده هو ما يعترف. ينتظر ها هو يعترف على هو نفسه. بنفسه خلاص مم. هذا صار عندنا مثل عرف قيمه انغرست فيه مم. مع الوقت خلاص هذه قيمه الامانه مم. قيمه إن اذا انا عندي خطا معين اعترف فيه مثل هذه الممارسات البسيطه اللي كنا نسويها مع الوقت تراكميا مثل ما قالت استاذ حصه تراكميا انت قاعد تضيف في هذه الشخصيه مم. يوم هذا يوصل المناصب الكبيره يمثل الدوله بمكان معين يشرفنا صحيح. <applause> يرفع راسنا لانه هو تربى وتعلم وغرست فيه هذه القيم بشكل صحيح <applause> طيب طيب. الله يعطيكم الصحه والعافيه يمكن يعني نقول خل... 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 نقول المراكز الشبابيه مرت بمراحل متنوعة خلال صحيح. السنوات الماضية يعني كانت بدل ما هو بس مركز نشاطي ترفيهي صحيح. أصبح مركز يقدم قيم يقدم رسائل من ضمن البرامج اللي يقدمها انتقل إلى واقع اللي هنا. هذه البرامج اللي يقدمها هي مصحوبة مع القيم اللي راح يكتسبها المنتسب سواء كان شاب او شابة ولكن صار التركيز اكثر على استقطاب الشباب لقضاء اوقات جميله يتعرفون منها على والله مثلا اصدقاء اخرين، طلاب في مدارس اخرين، وكذلك بالاضافه الى ذلك اصبح بديهي الموضوع انه من خلال البرنامج التدريبي او البرنامج الترفيهي راح يكتسب هذه المهاره او هذه القيمه اللي المركز حاب يقدمها، طبعا هذه البرامج وهذه الدورات وهذه الاشياء اللي يتم تقديمها من قبل المراكز الشبابيه يتم الاستعانه بمدربين. مختصين في مجالات معينة صحيح دكتور صحيح. وكذلك هو الحال يعني خلينا نقول لاحظنا خلال الفترة الماضية بمصطلح المدرب الدولي المعتمد فشنو هذا المصطلح وهل أصبح لازم المدرب يكون معتمد على أساس أنه يقدم هذه الدورات في المراكز وكذلك ايضا نبي اسمع من الاستاذ حصه كذلك استاذ حسين بعد هو يعطي الاعتماد اصلا فعلا يعني المساله مساله المدرب المعتمد احنا نبحث دائما على الاعتماد في كل الاعمال خصوصا الاعمال التربويه، الاعمال التربويه حساسه يعني انت لما انا اسلم ابنائي لشخص راح يتولى تربيتهم هذا بطريقه ما يمكن يتولى غرس المفاهيم الخاطئه <applause> افكار سلبيه او تكون اشياء ما اريدها انا كأبي يعني ممكن يصنع في خوف هذا يبي يربيه فهذا المربي اصلا او هذا المشرف او حتى المدرب، المدرب ترى ما يقدم محاضره ويمشي ترى المدربين يغيرون اشخاص ينقلوهم من اشخاص حبيسي الجدران الى ناس يطلعون برا صحيح يعني قد يعمل المدرب إيه اختصاصي وطبيب وشخص ينقل انسان من اخر من شخص الى اخر. <مه> الاعتمادات هذه مهمه جدا حقيقه، المسميات هذه فيها على لغط كثير، المدرب الدولي ما هو؟ اي دولي منهم؟ هل الدولي المتحده ولا الدولي؟ مركز يعني في لندن ولا في كذا؟ يعني. يعني؟ نعم، فما نعرف <مه> هذه اسامي فضفاضه، <مه> لكن عموما يعتمد على المسؤول الموجود في المركز الصيفي. الرئيس اللي يقابل هؤلاء الناس. قد لا يحمل هذا الشخص اعتماد من مركز معين لكنه عنده أساسي اساسيات المدرب اساسيات المربي اساسيات المعلم كل مكان له مكان اخر هذه بالنسبه للموضوع انا عندي حقيقه كلمه انت قبل شيء الهمتني اياها هي مساله وايضا استاذ حسين مساله عيان ترى بعضهم مو مسجلين مراكز صيفيه ينتظرون هذه الفتره الشرده والصيف والرحلات والسفر لكن في شيء يشبه نشوفه بطريقه ما اليابانيين اخترعوا طريقه الاسترخاء في الدوام زين اسالها اسم معين مو معناه انك ترقد في الدوام تاخذ لك انا هاي اللي جبالي الوحيد نعم. اللي جبالي قيلوله <applause> قيلوله وارجع اكمل شغلي بعدين <applause> تقيل ترجع الكرسي هذه لا في طرق معينه للاسترخاء في لا سنه ولا نوم يعني في استرخاء معين في طريقه معينه في في اشياء موجوده فبعض الناس يظنون ان الاسترخاء والسفر بس في في الصيف. صح الاجازات والتقويم عندنا في المدارس شوي يعني احيانا ما تلقى هذا الشيء، لكن في لازم في فلسفه في الترفيه يكون عند الاباء والابناء. يعلمونهم مو مع الهبه يمكن احيانا نسافر مع الهبه تغلى الاسعار ممكن نلقى زحمه ممكن ما نستمتع اكثر، بعض الناس ما يحبون الشتاء والثلج، الحين يعني الدول اللي نعرفها مثلا قريبه ما في ثلج لكن انطر شوي في دخول الثلج مثلا. يعني شلون الياباني وضعوا وقت الاسترخاء في اثناء الدوام؟ ايضا احنا نصنع ثقافه الترفيه اثناء حتى الدراسه، فكره جميله جدا. مركز هناك الشبابية قاعد يطلعون ابنائنا من المدارس اكيد و... إيه انا يعني انا كاختصاصي نفسي لما اطلع الولد من الحصه يستانس يقول لي تكفي طلعني عشان تعالج نفسيا صارت زحمه عندنا بس شوف يعني زحمة. يعني فعلا يعني صارت ز... ليش الناس تبي شويه التنفس فكيف لو كان هذا يعني التنفيس هذا أكيد. لصالح هدف راقي وسامي طبعا على طاري موضوع نقول الطلعات والتغيير نشوف احنا في بعض المراكز الشبابيه تكون في سفرات خارجيه يروحون برا ويجولون في العالم، فهل يكون في تنسيق بينكم وبينهم والجداول والترتيب؟ احنا اول شيء بس نوضح كلام جميل قالوه بس ناكد عليه اليوم كل مركز من 31 مركز يحط الخطه السنويه. مه. حسنت. طيب وكل برنامج له شرح مخرجاته مه. قيمه الهويه الوطنيه التنميه البشريه ثم تنعكس على استراتيجيه ورؤيه قطر 2030. وثلاثين صحيح ما في برنامج يتنفذ لدى المراكز اذا ما كانت هذه الشروط موجوده صحيح. هذه وحده ثنتين عندنا برامج اللي شرحناها وانا شرحت فادني نسيت اقولها اللي هي سفراء على دعم. بالتعاون مع قطر الخير صحيح نعم محاكاه مجلس الشورى صحيح صحيح وهناك كذلك عندنا مع الامم المتحده كذا برنامج قاعد في طور التنفيذ بعد مع أه الجيل المبهر قاعد اتواصل معاهم ورتب لنا برنامج معين ان كيف الشباب يشارك في الامم المتحده فالحمد لله هناك في تع... طبعا عن طريق الشؤون الشبابيه فواز المسيفري وفي متابعه من ختمها رميح اداره التخطيط والجوده أه مع اولياء الامور ان بيكون خطه منفذه لمده مثلا خمس شهور ست شهور تبليغ اولياء الامور تبليغ المدرسه أه قبل الولد الشاب ولا البنت تسافر، هناك برامج مكثفة حلو باللي اللي يصير شنو البرنامج؟ شنو المخرجات؟ القيم؟ شنو الفكرة؟ رايح تمثل صحيح تمثل تبي تعكس هويتك الوطنية، تبي تعكس قيمك اللي موجودة في البلد أحسنت أحسنت. ممكن كان عندكم تعليق على موضوع المدرب المحتمل؟ في الأستاذ عنده معايير معينة. اللهي. تفضل نعم. الفكره يعني احنا كنا هذا الكلام بدا من في قطر من تقريبا من 15 سنه. <applause> انا عاصرت هذا الشيء والدكتور محمد كان معنا في فتره من فترة في هذا الموضوع. الفكره قبل ذلك كانوا في ناس كثير يروحون يقدمون في المؤسسات كمدربين، كتربويين، كذا. ولكن عندما يقف ويتكلم امام الناس يعني يستكشف في نفسه او يعرف في نفسه انها مجموعه من الاخطاء قاعد يسويها وهو ما يدري. <applause> فيتعلم منها من الخطا ويحسن، يتعلم الخطا ويحسن. بعدين تطورت العمليه قالوا ليش احنا نقع في مجموعه اخطاء نتعلم منها؟ ليش ما نخضع نفسنا في دوره معينه؟ اسبوع اسبوعين ثلاثه تفاوت من مؤسسه لمؤسسه مثل ما قال في في اعتماديات امريكيه، بريطانيه، عربيه، عالميه مختلفه، حتى الامم المتحده عندها اعتماديه في هذه الاشياء. حطوا مجموعه معايير ان المدرب عشان يقدر يوقف امام الجمهور ويتكلم ويكون مثل ما يقولون معتمد يخضع لمجموعه من الاختبارات. وزاره الرياضه فتره فترات رياضه والشباب كان ايضا سووا مثل هذا البرنامج بالتعاون مع احد الجهات. وهي فكره جيده ان انا اللي طلعة واللي يخاطب ابنائي او اخواني او عيالنا يخاطبهم يكون شخص مؤهل مؤهل فكريا، ثقافيا، مم. مهاريا، يمكن يكون رجل مجتهد ومثابر بس ما يعرف وصل المعلومه صح. يكون خلوق بس ما قادر يقنع الطلاب او الشباب الفكرة اللي قاعد يقدمها. فلذلك سامت هذا البرنامج وتبنته مؤسسات كثيرة وحتى وزارة الشباب عندها قائمة يعني يعز أكد لي أو كذا قائمة بالمدربين اللي يعتمدون في تواصل مع الشباب لأن هذه الفئة فئة يعني فئة توها جديدة في العالم داخلة على مجتمع شايفة أمور فإذا ما وجهناهم بالشخص الصحيح أو التربوي المناسب ممكن يخوضون في أخطاء ممكن يوجههم توجيه خاطئ، ممكن يغرس فيهم قيم سلبيه بدل ما يغرس قيم ايجابيه. فالحمد لله هذا البرنامج موجود على مستويات مختلفه، صح بعضها ممتاز، بعضها جيد، بعضها متوسط، ولكن يعني تأطير هذه الاشياء نحطها في قالب معين، احسن من اي واحد يجي تعال تكلم كلمتين وخلاص انا ست مدرب مش كذي تمشي العمليه فترتبت الامور بشكل جيد الحمد لله رب العالمين يعني. جميل سيدة او استاذه حصه احنا يمكن نرجع شوي للمراكز الشبابيه ونتكلم عن فئه البنات في التحديد شلون تشوفين الاقبال بالنسبه للبنات وش وهل في ناقص ينقص هذه المراكز انه يكون في جذب اكبر للبنات في الفترات القادمه نقدر نقول؟ يمكن لربما ما اكون الاقدر على الاجابه هذا السؤال لان تنقصني الاحصائيات مم. ولكن لي تواصل مباشر مع بعض المراكز بالذات مركز الدانه الفتيات. آه، الاقبال عندهم جدا قوي بس انا كان كنت اتمنى يكون بعض المهارات الحياتيه تقدم بطريقه اعمق. اللي ملاحظته في معظم المراكز اللي انا شفتها يعني انهم اكثر شيء يركزون على الاشياء المهنيه واحنا مش ضد هالشيء بالعكس معاه يعني نكمل المراكز الشبابيه بمختصر اللي انا اتمناه بمختصر تكمل الفجوه اللي ممكن تصير في البيت اوكي تكمل الفجوه اللي ممكن تصير في المدرسه المدرسه شنو فيها مدارسنا فجوه في التعليم المهني هذه ممتاز البيت ممكن يكون في فجوه في القيم وفي المهارات الحياتيه ممكن توضح لنا بس موضوع المهارات الحياتيه مثل ايش يعني عشان التعامل, ما... مع مم. التعامل مع الاخرين التعامل مع الاخرين شلون اطلب شيء شلون حتى اطالع شلون اسلم شلون ادخل مجالس شلون اطلب حاجه شون التعامل الام مع بنتها اي بشكل عام حتى شوف يمكن يكون التعامل مع الام وبنتها في نطاق الدائره الصغيره احنا احنا لان ندرب في المجال الدائره الصغيره هاي بيكون سهل ولكن مثل ما نقول بالقطر يبقبق في الغبه طلعة في الدائره البعيده تعامل مع الدائره العامه او الغرباء او حتى العائله الكبيره يعني اي صحيح في او في التجمعات الكبيره صحيح حتى حتى مع الغرباء يعني ليش, ليش 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 نضطر في يوم ما نشوف عيالنا اذا في مجتمع مثلا الحين انا اول مره اشوف حضراتكم وتشرفت ليش ممكن واحد شاب نستضيفه ويكون تنافض او حتى قدرته اللغويه، مثل ما قال الدكتور اتمنى التركيز على انواع الذكاءات، الذك... غير مش بس الذكاء الجسدي اللي هو كوره وسباحه، في الذكاء اللغوي شلون تتكلم؟ شنو المفردات اللي تقولها؟ متى تقولها؟ شنو المفرد بديلها المفرد؟ هذه هذه اللي يعكس، هذه الانتاجيه او المخرجات تبين بشكل سريع في هالجانب في الذكاء اللغوي والذكاء العاطفي والاجتماعي، معظم المشاكل الان في العالم انا ما ابي دور الدكتور ولكن معظم المشاكل اللي تصير الحين في العالم نقص في الذكاء العاطفي اللي هو التعامل وضبط الانفعالي فيمكن 90% من المشاكل هذه حسب الاحصائيه اللي اخر مره قريتها و10% اسباب فعليه، فهذه ليش احنا ننتظر لما الطفل او اليافع يوصل لمرحله عمريه وبعدين تعال تعلم؟ لا من البداية في من, من البداية صحيح. أنا غرس فيه صحيح. لأن لما يكبر صعب بعدين يقول أنا غلط م. أنا ما أنا ما أعرف لا مو بنت ما تعرف من الحين الله يعطيكم الصحة والعافية وعساكم على القوة يمكن داهمنا الوقت ووصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مش الفقرة قواكم الله نشكر في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ضيوفنا الكرام الدكتور محمد النزي استاذ جامعي في علم النفس وأيضا سيد نواف المضحكة رئيس مجلس الشباب القطري ونتوجه بالشكر إلى الاستاذ حصة المرواني خبير تربوي ومستشار التدريب والمدرب حسين حبيب السيد مدرب وباحث في التدريب القيادي شكرا جزيلا على وقتكم وعلى وجودكم معنا وعلى استيضاح بعض النقاط اللي كانت محتاجة استيضاح فشكرا لكم شكرا لكم يعطيكم الصحة والعافية وطبعا أعزائنا المشاهدين بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج حياتنا نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد في نفس الوقت مواضيع جديدة وبيفرح يكونون معنا إن شاء الله فمع السلامة فمان الله